هذا مسجد حصار جامع، في شوف فوق مكتوب حصار جامع في مدينة أزمير. هذا الجامع يعتبر من أقدم الجوامع في إسطنبول أو في تركيا معناه صح. بني في عصر السلطان مراد الثالث، يعني من أوائل الجوامع أو من أقدم الجوامع في الدولة العثمانية. واللي بناه مو السلطان، اللي بناه واحد ثري عثماني اسمه يعقوب بك. هذا المسجد يقع بالضبط في وسط مدينة أزمير في المنطقة المركزية. وشوفوا هذا الجامع زي الجامع العثمانية كلها. بسم الله والصلاة والسلام. جامع تميز بفخامته، تركه بني في عام 1508 تقريبا، يعني من وقت طويل جدا. ويمتاز المسجد بصراحة بفخامته، شوفوا كيف فوقه طبعا. وكل الجوامع العثمانية سبحان الله مكتوب مكة، مكتوب الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي، بعدين يجي وراهم الحسن والحسين. كل المساجد العثمانية شوف هنا علي، بعدين في حسن وحسين، هذه كلها جامع العثمانية كذا، كلها مكتوبة زي كذا، حتى في المدينة المنورة، حتى في كل مكان كذا. الجامع حقيقة زي ما انتم شايفين يعني طراز عثماني جميل، وآيات قرآنية وخط عربي جميل. الجامع مو مرة كبير لكنه ما شاء الله يعني تحفة معمارية، بالذات لما تقول انه بني في عام 1500. اللي بناه هو واحد ثري عثماني اسمه يعقوب بك في عصر السلطان مراد. بعد ما يقيموا الصلاة هنا في تركيا يقوموا بسرعة يصلوا السنة مباشرة. بعد ما يصلوا السنة يبدأوا يسبحوا مع بعض. شوفوا الحين يقول 33 مرة سبحان الله، يقول كل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسبح 33 مرة. الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر. كبيرا ما اهدنا الى ان الله ارضنا شريك له لا يرد الكبر.
ما بعد إلا تذكرة لمن يخشى.